يقول: صليت العشاء في البيت ظن مني أنه انقضت الصلاة أو كذا، ثم دخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء، فنويت أن أصلي العشاء، لا تعاد الصلاة مرتين، وإنما إذا دخلت المسجد فصلي معهم بنية النافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لما صلى يوما ثم قضى صلاة وجد رجلين في آخر المسجد لم يصليا معه فناداهما فقال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة. فالأصل تصلي بنية النافلة لا بنية الفريضة، لأن الفريضة انقضت، لا تعاد الصلاة مرتين في اليوم.